أحسن الله إليكم السائل أبو معاذ مصر من شمال سيناء، يقول أسأل عن حكم الذهاب للسحرة والمشعوذين وطلب العلاج منهم، مأجورين؟ الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين أمر محرم لأنه خلل في العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. لا يجوز الذهاب إلى الكهان. ولما سأله سائل عن الكهان قال له صلى الله عليه وسلم: ألا تأتهم؟ لا يجوز الذهاب إليهم، لأن الكهانة والسحر، السحر كفر بالله عز وجل، قال جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه السحر تعلمه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الجنة. وهذا دليل على كفره. السحر كفر، وكذلك الكهانة التي هي ادعاء علم الغيب. ادعاء علم الغيب كفر. من ادعى علم الغيب فهو كافر مرتد عن الإسلام. ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء البطلة والمشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس وينشرون الكفر والشرك بالله عز وجل، بل يجب القضاء عليهم. وأما الذهاب إليهم فهو إقرار لهم، تشجيع لهم، وأشد من ذلك الموافقة على عملهم، تصديقهم، هذا كفر بالله عز وجل. كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد كفر بما أنزل على محمد. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، كذلك من صدقه أنه وقال أنه يعلم الغيب فهو كافر. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب خاص بالله عز وجل، ومن ادعاه فهو كافر. نعم.